مرحبا فيكم كلكم، اهلا وسهلا اجان بقناتنا لانا وشزا. واليوم انا كتير مبسوطة صراحة. تخيلوا في براند انا كتير بحبه وعندي منها اي سليبر، هي بيركنستوك، فبحس كلكم بتعرفوها. تخيلوا كنت عم فكر اني روح واجيب كم شغلة من هونيك، وسبحان الله سبحان الله حكوا معي عشان يعملوا كولابوريشن. عندي اليوم اي فوتو شوت وكتير متحمسة له. اوريدي جهزت كل التياب اللي يمكن يقولوا لي البس منها. فريق التصوير انا كتير بحبهم، اشتغلت معهم يعني قبل كذا مرة، فماني خايفة ابدا وماني ملبكة، بعرف مع مين رح اشتغل. فانا ام سو اكسايتد يو جايز، حفرجيكم شوي، اخدكم معي على التصوير. اول مرة بصور بهيك فانيو، عادة اكتر التصوير اللي بصير هو ببيتي. I can learn about this field والفوتو شوتس وكل هيدول القصص اللي بتحمس، لانه انا بحب انه فوت على هيدا الفيلد وماني حابة اتأخر ابدا على الموعد. وبياخدني من عند بيتي شي 30 دقيقة تقريبا، فا it's time to go. وبحال انكم حابين تعرفوا، هيدا التي شيرت اللي لابسته كتير مهضوم وسبشلي للماترنتي، وبيلبس كمان للناس اللي منن حامل or anything، يعني any girl can wear it. كتير حلوين الوانه، صيفية اورانج وهالقصص. جبته من السي واي كيكي، والجينز كمان خليني فرجيكم. كمان الجينز للماترنتي من السي واي كيكي، يعني اذا بتشوفوا هون عنده مغات، فا I really like it and it really helps in maternity. Let's go. هيدول هني أشيائي. Let's go. Guys, هيدا هو فانيو التصوير. وصلت على الكايت بيتش in Dubai. العالم تيجي تتصفح هون، ليش تاخد صور؟ بليز. It's 41. Woo! Oh God! We're taking photos in a place that's 42 degrees Celsius. I don't know how that works, but I think we're used to this. And then put the, yeah. And then stretch your other. How was that? And look here, hold your drink up. And you can just like relax, like put your head back. Amira, how is it? It's 41 degrees. How is it working in like 41 to 42 degrees? We're used to it. Guys, يعني لو ما هيدا العصير كنا عن جد هلا متنا وتبخرنا وصرنا من مية البحر. I swear. Amira, I love you so much. Oh, I love you. والله. يلا نروح هلا، بدنا ناخذ بريك بالسيارة لأنه مش طبيعي الشوب. تلاحظوا إنه هون في حفلة بيركنستوك، يعني هون طبعا الفضايح. Drink juice first. صورنا بعدة محلات وهلا آخر محل إن شاء الله حنصور فيه هو البحر. يا الله رجع بالي أغطس. هيدا الجو. يي 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 يي. هلا حنفوت بالرمل. I love your Crocs, Amira. شوفوا شو حلوين كروكس أميرة. كعب كعب. Hello.
2 million views, Dima? If I get 2 million views, يعني I don't know what to tell you, Alvin. Let's wish. Alvi. Alawi. Alvi, Alawi. Guys, الحمد لله خلصنا وطلعت عم عيط لألوي. ألوي دايما ألفن 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 والله مسكين. الحمد لله خلصنا وهلأ بدي روح على البيت. هيدا آخر شحاطة صورناها كتير حلوة، صورنا فيها من الأول وهلأ كمان. مرحبا. سو هلأ رجعت على البيت، فكرت سمعت صوت نحلة. هلأ رجعت على البيت وحابة فرجيكم الكولابوريشن اللي عملتها مع بيركنستوك. صار عندي 3 نيو بيرز من بيركنستوك كتير حلوين، خليني فرجيكم عليهم واحد واحد. أنا عادة هلأ يعني كتير عم بنبسط إنه بشتغل مع براندز كتير وهيك، فإنه كيف تشتغلوا مع براند أنتوا بتحبوها كمان، هيدا هو الشيء اللي أنا عم بشتغله هلأ، أعمل كونكشنز، أتعرف على مالتيبل براندز. صح انه بدي اعطس، راحت رجعت رجعت راحت. This is my Birkenstock. كتير بحب هيدي الكات، جبتهم صراحة قبل ما نروح على الهانيمون. قلت they can be great اذا هيك فجأة بدي شي كتير كاجوال اظهر هيك على اي محل وهيك بكل راحة. اليوم صورت فرجيتكم على واحد لونه بينك، هيدي قصته كتير كيوت. وهيدا الابيض بس غير قصة، هيدا الاسود. فيا انتو بتحبوا البيركنستوك خبروني. رفيقتي حبيبتي شي سو سويت وقالت لي ديما it's the end of Dubai shopping festival، كتير كتير براندز للبيبيز، الاشياء تبع التخوت، الاشياء تبع ال مثل ما كنت عم قلكن انه رفيقتي حكتني اول ما وصلت على البيت، شفت هير مسج قالت لي ديما كتير في سيلات موجودين هلا على البيبي ايتمز، على التخوت تبع الاولاد، على الشراشف، على اللحف، الكريجه تبع الاولاد. وحنكون انا وحمد وقد ما في بس فرجيكم هيك كم شغله لقيناهم حلوين وعجبونا ويمكن يكونوا التشويسز تبعولتنا لأور بيبي إن شاء الله. رح سكر الفيديو هون وقلكن باي هون وودعكن، بس ضلكن معي هيك عشان فرجيكن كذا شغلة. I love you all، وما تنسوا انكم تشتركوا بقناتنا وما تنسوا انكم تفعلوا جرس الاشعارات عشان يصير عندكم علم كل مرة نحنا مننزل فيديو. بشوفكن يوم الأربعاء.